معالي الناس، جئت لي درسونا أدرس في الصف الخامس كدار العلوم مدرسة. أريد الآن أن أخطب أمامكم باللغة العربية عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله الكريم الذي خلقنا بفضله العظيم وشرفنا على سائر الأمم بجعلنا الحبيب وصلاتنا كاملة على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين في شأن حبيبه الأمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآن، وقال رسول المدني صلى الله عليه وسلم بلسانه المبين في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما بعد، حوض رئيس الحفلة المباركة والمدير الجلسة والمستمعين الكرام والطلاب العظام، أيها المستمعين الكرام، لا بد لنا أن نعلم أولا معرفة الحب إنما حب النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنس بذلك يا بني يوم قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك للغش لأحد ففعل، وذلك من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. فانظر إلى هذه الحديث بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شرط لحبه ولدخول الجنة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها المؤمنون، أنتم تعلمون الكرام، سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الحاضرون الكرام، إن هذا عصر عليم ودهو خبيث، كأن الجاهلية رجعت بنفسها وما سببها إلا عدم حبه وإطاعه. أخيرا، نشكر الله وإياكم على تفضلكم في هذه الحفلة المباركة بأجنة طلبة جيك دار الأم مدرسة. اللهم أمين. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا ومدرستنا وأستاذنا ولأحبابنا مع الحاضرين، ولكن فإن ذكرى تنفع المؤمنين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما شاء الله.